معايا الدكتور محمد شحاته وكيل وزاره الزراعه بمحافظه الجيزه. برحب بحضرتك يا فندم. دكتور محمد، ايوه ماشي، ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله يا فندم. دكتور محمد، في حمله ازالت 25 مخالفه من على الاراضي الزراعيه، تم ازالتهم فعلا. يا ريت حضرتك تكلمنا عن هذه الحمله وعن طبيعه الازالات دي، كانت مباني ولا كانت يعني مجرد اماكن تم تشوين مواد البناء فيها؟ ايه طبيعه هذه الحمله؟ لا هي والله هي بالنسبه للحملات، الحمله دي كانت الاسبوع اللي فات، وكانت والاسبوع اللي قبله، كانت في زاويه ابو مسلم، كان في 25 حاله في زاويه ابو مسلم، وتم تكسيرها، كانت عباره عن اسوار، وكان في وبعديها على طول كان في حوالي اربع مباني، اربع ادوار، في منهم اربع ادوار وفي منهم حوالي ثلاث ادوار وست ادوار، تم ازالتهم من سطح الارض فعلا، ده في شبر مانتو او زاويه ابو مسلم في الحرانيه. يعني مباني كامله اربع ادوار وثلاث ادوار، ده بيحتاج وست تنسيق ادوار مع الامن، وست ادوار وست تم ادوار ازالتها في سطح الارض. طب يا فندم، بعد كده تم رفع مخلفات البناء ولا لسه؟ والله هو رفع مخلفات البناء، المفروض الاحياء هي اللي تقوم بيها، فهو بتشيل، وبعدين احنا بنشيل القواعد بسم الله لاعاده الارض للزراعه. ايوه، فاحنا ففي تنسيق بيننا وبين الاحياء على هذا الوضع. ايوه، يعني هم عارفين ان عندهم بعض الازالات تمت، وبالتالي لازم يتم رفع هذه الانقاض عشان تبتدوا انتوا تشوفوا شغلكم في استصلاح هذه الارض مره اخرى. اكيد طبعا. طيب، وفعلا في ازالات تم رفعها، لان كانت قافله الطريق بتاع ثلاثه المنصوريه. يعني هم دلوقتي خلاص يعني بقينا نخرج من على الارض الزراعيه ونخش على الطرق كمان، وبالتالي يعني شايفين ان الوضع مستقر، لكن انا بوضح الصوره مع حضرتك الان، بيتم ازاله هذه المخالفات مهما كانت، ست ادوار يعني شيء مش هين، لكن الازالات في المهد عليها دور كبير جدا عشان نتجنب هذه المشكله. الازالات ال 25 حاله دي كانت ازالات في المهد، لانها كانت عباره عن اسوار وكان تشوين، فكان دي ازالات في المهد، يعني بديك الانماط كلها. ايوه، ال 25 حاله دول اللي في زاويه ابو مسلم كانت تعتبر ازالات في المهد، لان كان لسه هايقون بالسور وتم ازالته فعلا. طيب، ولكن حضرتك شلت له في المهد السور بتاعه، ايه بقى الاجراءات او العقوبات اللي المفروض بيتم تطبيقها عليه او فرضها عليه؟ يا فندم هو واخد محضر، والبناء على المحضر ده تم الازاله، وتم وفي قرار، وبيتجه ده للقضاء على اساس يعني مش بمجرد ان تم ازاله السور ده الموضوع انتهى، لا ده في محضر لا شغال. لا في اجراءات قانونيه بتتخذ بتستمر. ايوه، لان هو ممكن واحد يجرب ويروح يجيب 2000 طوبه مثلا ويبتدي يعمل سور عشان يجرب يشوف الحكومه هتعمل معاه ايه، ولو جم شالوا السور مش مشكله، لا احنا عايزين نبين ان في متابعه بعد كده، لانك انت يعني حاولت ان انت تبني على الارض الزراعيه وجبت مواد البناء، وبالتالي لازم يكون في عقوبه راضعه اي حد يقدر يعرف ان ده هيتم تطبيقه. والله اقول لسيادتك على حاجه، احنا بننفذ طالما النواحي الامنيه او الشرطه بتعاوننا والاحياء بتعاوننا، المحليات بتعاوننا، احنا بننفذ على طول. وفي يعني نسبه الازالات عندنا وصلت اكثر من 54%، احنا حصلنا 56%. ايوه، ومتابعين باستمرار حملات الازاله. تمام. طيب، عايزين نتكلم في الزراعه، لان احنا يهمنا اول انتاج، ويهمنا ان احنا نشوف الخير اللي تعودنا عليه. احنا في نهايه موسم وعلى ابواب موسم جديد ان شاء الله. الوضع ايه في محافظه الجيزه؟ وعندي اكتر من محصول مهم على راسهم، احنا عندنا مساحات من القطن في الجيزه. في الجيزه؟ ايوه. لا الجيزه ما فيهاش غير ثلاثه فدان قطن، وده في كليه الزراعه بس، دول تجارب. لأنها مش من الزراعات القطن، مش من محافظات القطن. لكن انا اقصد الثلاثه فدان دول اللي هم البحثيين. اللي تعتبر بحث. ايوه. بقيه المحاصيل الزراعيه؟ عندنا المحصول الاساسي، يعني المحاصيل الاساسيه احنا عندنا الفاكهه ده اساسي، وعندنا الذره، وعندنا الخضار. ايوه. دي المحاصيل الاساسيه في الجيزه كلها. خضار، ذره. ذره بينقسم الى قسمين، ذره شوي ودي مساحات كبيره، وذره الاستهلاك الجاف، ودي برضه مساحات كبيرة، ودي بتتركز في سطح العياط وأطفيح، وفي منشأة القناطر. أنا معاك يا دكتور محمد. ومنشأة القناطر، وفي مساحة كبيرة، احنا زارعين حوالي 43,000 فدان تقريبا ذرة. أيوة. دي متواصل الإنتاجية، لأن في الحقول الإرشادية بالنسبة للذرة البيضاء بتتفاوت
تتراوح من 36 يعني في من 25 ونص لغايه 43 ارداف للفدان. تمام. على حسب الصنف وعلى حسب يعني هو اساسا الوضع دلوقتي بالنسبه للزراعه في محافظه الجيزه مستقر، لان انا بنتهي من موسم وان شاء الله ربنا يوفق في الموسم القادم باذن الله ونستعد له كويس بمستلزمات انتاجنا وبحقولنا الارشاديه. وبشكر حضرتك الدكتور محمد شحاته وكيل وزاره الزراعه محافظه الجيزه، يعني بنرد وبنبين ان في جهود مبذوله علشان